السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بيكم في فيديو جديد. فكرة فيديو النهاردة ازاي نعمل مسدس خرز بطريقة سهلة. بس قبل ما نخش في الشرح ما تنساش تدعمني باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان استمر بتنزيل الفيديوهات. وكل سنة وانتم طيبين، وبمناسبة عيد الفطر المبارك، وشكرا على 20,000 مشترك وعقبال ما يوصلوا 50,000. ويلا بينا نخش في الشرح. اول حاجه هنحتاجها في الفيديو هي اي حاجه مجوفه زي قطعه النحاس ديت. مش شرط تكون نحاس، ممكن تكون حديد او بلاستيك، او ممكن تكون زي خرطوم الكهرباء اللي لونه برتقاني بيتباع من عند الكهربائي. المهم ان هي تكون اي حاجه مجوفه بتكون بالحجم ده. وهنجيب صباع الجلد اللي هو بالشكل ده، ده بيتجاب من عند الصيدليه. وهنجيب اللزق العادي لونه اسود او اي لون عايزه. اول حاجه هنعملها اللي احنا هندخلها في حته النحاس بالطريقه دي للاخر كده، هنسيب بس نصها. بعد كده هنلزقها بعد ما خلينا بالشكل ده. هنجيب العصيان الخشب اللي تتباع من عند اي محل لبيع الادوات او المستلزمات الطبية بالشكل ده. هنجيب اتنين ونلزقهم في بعض بالطريقة ديت. بعد كده هنلزق فيها البتاع اللي احنا عملناها ديت في طرفها كده من عند الحتة دي بالظبط. بعد كده هنجيب اتنين كمان من العصيان وهنلزقهم بالطريقة ديت كده بالطريقة دي. هنلزق اتنين كمان من الناحية التانية بنفس الطريقة. بعد ما لزقناه بالشكل دوت وعدت عليه انا باللزق الاسود ده علشان يكون ماسك، هنجيب مشبك وهنفك المشبك بالطريقة ديت. وهنجيب الجزء ده ونلزقه باللزق الاسود بالطريقة دي كده. بعد ما لزقنا الفردة بتاعت المشبك في المسدس هنحاول نركب بقية المشبك. بعد ما خلصنا الطريقة ديت تقريبا كده الفكرة وصلت، ان هي هنشد الجلدة لغاية المشبك وهنقفل عليها بالطريقة دي. بعد كده هنسيب بس كده الفكرة تكون وصلت، وهنجرب المسدس مع بعض ونشوف.